اش غادي يقول لك رونالدو حيت جاب اربعه الاولاد والمره بالاوراق كي غادي تقول له هو جاي لكاس العالم والمغرب كله بغيت تفرج في رونالدو دابا مع محال يجي لنا كبر لا لا غادي نكون لا غادي نكون موضوعي لا نكون موضوعي انا كوزير العدل كنتصرف على علاقتي بالقانون حكومه كان رئيس حكومه يدير السياسه اذا بغى ويدير القرار اللي بغى انا كنقول لهم انا هذا المواطن اللي كطلبوا منه عقد الزواج عطيني السند القانوني ما عندكش سالينا طويلنا هذا الملف مثلا لان اش كاين ترتب عليه مشاكل اخرى لهذا نحبسوا هذا الموضوع هذا وفين ما بان ليا ان شي شيء ماشي قانوني راه تنقول لها ولا شفت شي وزاره فيها شي مشكل ماشي قانوني كنبلغ السيد رئيس الحكومه تنقول له هذيك الوزاره فيها مشكل قانوني ها عندنا مشكل الان شكون اللي تيعطيها اليوم؟ ما كاينش اوامر اسمح لي ما كاينش اوامر كاين قانون شنو اوامر؟ كاين القانون الاوامر في العسكر في الجيش في الدرك في الامن هي بيناتهم اما مع المواطن خصك قانون كيفاش؟ جي تقول لواحد راه لي عقد الزواج بلا سند قانوني حياته الخاصه تدخل فيها شكون انت؟ هو الموقف الحكومي اللي تطلب اصلا ما كاينش ذاك الفصل علاش بغيتي الحكومه تدخل في واحد الموضوع ما كاينش؟ انا جيت قلتو لان كنقول لهم انا عطوني الفصل القانوني راه ما كاينش يقول لك لا راه كاين في لي زوتيل تيقول لك عطينا قصه تقول لهم عطيني السند القانوني عطوني غير السند انا ما كنقول حيدوا ولا خليوه عطيني السند انا كوزير العدل مهمتي كاين رئيس حكومه يدير السياسه اذا بغى ويدير القرار اللي بغى انا كنقول لهم انا هذا المواطن اللي كطلبوا منه عقد الزواج عطيني السند القانوني ما عندكش سالينا طويلنا هذا الملف مثلا لان اش كاين ترتب عليه مشاكل اخرى لهذا نحبسوا هذا الموضوع هذا وفين ما بان ليا ان شي شيء ماشي قانوني راه تنقول لها ولا شفت شي وزاره فيها شي مشكل ماشي قانوني كنبلغ السيد رئيس الحكومه تنقول له هذيك الوزاره فيها مشكل قانوني ها عندنا مشكل الان